سبل الوقاية والمكافحة ضد النيماتود تعقد الجذور والمعروف علميا بميلوادوجين اس دو بي كان محور يوم دراسي احتضنه مركز التأهيل الفلاحي بسيدي بي بي يوم أمس الخميس. علاش النيماتود؟ لان في اللحظه دابا في الاخر ديال لا كومباني اغريكول باش يوجدوا ديبي ديال لا كومباني اغريكول السنه المقبله عندهم بزاف ديال الاجراءات اللي خصهم يديروا في التهيئه ديال الارض لمحاربه هذه الافه هذه اللي معروفه في لا ريجيون ديال سوس ماسا واللي بداو تيتعايشوا معها الفلاحه الا اننا في هذه الايام التحسيس نحاولوا ما امكن باش الفلاح يحاول ما امكن باش ينقص من المواد الكيميائيه ويحاول يعوضها بمواد اخرى ويحاول يساهم في إرجاع الصحة للتربة. اللقاء الذي شارك فيه المهنيون والمهندسون والتقنيون العاملون في القطاع الفلاحي بالجهة يأتي من أجل تحسيسهم بأهمية الوقاية من هذه الآفة وكذا إبراز الحلول الناجعة للتصدي لها وخصوصا في هذه الفترة التي يتم من خلالها التحضير للموسم الفلاحي القادم. Alors vu que cette période pour les maraîchers est une période de préparation du sol et vu aussi que les nématodes sont des pathogènes ennemis des producteurs, on a organisé cette journée de formation pour rappeler aux producteurs les différentes méthodes de prévention à prendre avant de faire recours à la dernière solution qui est la désinfection chimique qui déséquilibre la fonte du sol, par conséquent un mauvais impact sur l'environnement. كما قلتكم سيدي نيماتود ترانسميتور فيروس كما قلتكم لوجون كزيفينيما كيكوز ديغاز. اليوم كانت عندي واحد المداخله فيما يخص النيماتودات تعقد الجذور واللي كيتعرفوا اون فرونسي لي نيماتود اغال وهذا الافه اللي كتخلق مشكل الفلاحه في لا ريجيون ديال سوس ماسا. دونك من خلال المداخله ديالي عطيتهم معلومات على لا بيولوجي ديال هاد لي نيماتود وكيفاش كيتكاثر وختمت المداخله بالوسائل الناجحه للحد من هذا النيماتود وهاد الوسائل الناجحه كتلخص في اربعه ديال المحاور بالنسبه ليا. دونك المحور الاول سي دي ميزور بروفيلاكتيك سي دي ميزور كي دواف تيتر بريز اون كونسيديراسيون من ديبي ديال لابلونتاسيون جوسكا لا فان ديال لاكيلتور. دونك هادو فيها لانديس دوغال وسكون ابيل لا كارتوغرافي ديال لي ميلوادوجين فيها لونفيرونمون دو لاسير بزاف الحويجات خصهم يتكونترولاو منها لا كاليتي دو لو اي اوسي لي بلون اللي كيجيو من البيبينيير دواف تيتر دو بون كاليتي. الموضوع ديال اليوم هو مهم خاصة هو تيجي في واحد المرحلة ديال بداية الموسم الفلاحي بالنسبة للدومين اورتيكول يعني تو سكي بريباراسيون دي سول تو سكي ديزانفيكسيون دي سول كونتر هذوك لي نيماتود. تنعرفوا بان لي نيماتود سو سون دي روتابل اغريسور بالنسبه لي كولتور ماريشير سورتو لا كولتور دو طوماط اللي تتكون واحد المنتوج مهم هنا في المنطقه بالنسبه للفلاحه وبالنسبه للاقتصاد ديال المغرب بصفه عامه. وهذا الموضوع كيف تطرق ليه الباحث مقريني فؤاد واللي تطرق على جميع نقط ديال تدبير هاد النيماتودات في البيوت المغطاه في القطاع ديال لورتيكولتور. هضر على يعني التعريف ديال هاد النيماتود يعني لي ديغا اللي تيديروا يعني الخاصيات ديالهم يعني الاهميه الاقتصاديه ديالهم بالنسبه لي ديغا وكذلك طرق يعني المكافحه والمعالجه ديالهم خاصه الطرق يعني الوقائيه يعني سكون ابل لي ميزور بروفيلاكتيك لان تيقول لك واحد المثال il vaut mieux prévenir que guérir.